مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا. شعرية نص كوب 75 غرام على حرارة منخفضة جدا، تقليب باستمرار. يجب الحرارة تكون منخفضة جدا، تقليب باستمرار. ماء الكمية كبيرة غير محدودة، الماء نغسل الأرز نوضعه مع الشعرية. الأرز 1 كوب 200 غرام، نوضعه مع الشعرية، وعند الغليان ننتظر 10 دقائق فقط. بعد الغليان نغلق الوعاء وننتظر 10 دقائق، وإذا كان الوعاء صغير ممكن إحنا نكشف الغطاء قليل من شان ما تطلع الماء للخارج. وهيك صار جاهز بعد 10 دقائق. بنصفي الماء، نتخلص من الماء، بنرجع الوعاء، نفس الوعاء بنستخدم إلى الطباخ مثل ما انتو شايفين. نستخدم نفس الوعاء، نوضع زيت 2 معلقة طعام، وسمن أو زبدة 1 معلقة طعام 30 غرام، مكعب مرق 2 مكعب مرق، بنفتته من شان ما يكتل معانا، بنحرك قليل حتى تذوب الزبدة. بنوضع الأرز مع الشعرية وبنقلب فقط 1 دقيقة حتى يتجانس المرق مع الزبدة والزيت، أي نوع زبدة. وإذا أنتم ما بدكم تستخدموا مرق، ممكن تستخدموا ملح بدل المرق، لأنه المرق فيه ملح. وهيك صارت جاهزة، وإحنا ممكن نستخدم الزبدة لوحدها أو الزيت لوحده، اختياري. وهذه الطريقة ممكن نعمل نفس الشيء الرز بدون الشعرية، نفس الطريقة طريقة الرز بدون الشعرية نفس الشيء. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.